أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، تقرير يونامي يكشف عن وقوع انتهاكات وحرق للمنازل والمحال بقضاء تصخر ماتو. إن العربي الجديد، كردستان ترفض البطاقات الانتخابية احتجاجا على حذف اللغة الكردية. من صحيفة الزمان، وفد برلماني كردي في بغداد خلال أيام تمهيدا للحوار بين الحكومتين. ومن صحيفة الشرق الأوسط، ماكرون يؤكد ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران بالمنطقة. ومن صحيفة الحياة، الائتلاف السوري يرفض محاولة موسكو فرض حل أحادي في سوتشي. من صحيفة الخليج الإماراتية، قوات الشرعية اليمنية تطهر بيحان وتبدأ معركة البيضاء. أخيرا من موقع الخليج أونلاين، قاض أمريكي يأمر بقبول طلبات اللجوء من الدول التي حضرها ترامب. كشفت صحيفة الحياة اللندنية عن تعرض رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي إلى ضغوط داخلية وخارجية بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة مبدئيا منتصف أيار المقبل. وأكدت مصادر عراقية أن قوى سياسية كبيرة مثل ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى، إضافة إلى حزبين كرديين رئيسيين، تدعم تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر في الأقل، كل لأسبابه. المصادر أوضحت أن الحزبين الكرديين لا يريدان خوض الانتخابات وحصد آثار فشل الاستفتاء على الانفصال والانسحاب من المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى عجز الحكومة الكردية التي تتكون أساساً من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن توفير رواتب الموظفين. ووفق المعطيات الحالية، فإن أطرافاً كردية ظهرت أخيراً في الساحة السياسية بدأت تكتسب شعبية كبيرة قد تنعكس على نتائج الانتخابات. في موازاة ذلك، يعتقد طيف واسع من الأحزاب السنية أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات، وتؤكد أن المدن السنية ما زالت تعاني التدمير والنزوح وأنها تتطلب المزيد من الوقت قبل خوض الانتخابات. الخيار ذاته ينطبق على قوى شيعية تعتقد أن العبادي المدعوم من تياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم متمسك بموعد الانتخابات لأنه يرغب في استثمار النصر العسكري على تنظيم داعش انتخابياً. وهذا ما تأمل به قوى في الحشد الشعبي تنوي دخول الانتخابات، فيما تحتاج قوى أخرى مثل ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى إلى مزيد من الوقت. الصحيفة نقلت عن المصادر قولها إن إيران شاركت في ضغوط تأجيل الانتخابات أخيراً، وأن وجهة نظرها تقوم على عدم الرضوخ أو وضوح الصورة الشيعية حالياً، وحضور أمريكي وعربي لدعم العبادي لنيل ولاية ثانية. وفيما يدعم بعض الدول الأوروبية التأجيل، فإن موقف بعثة الأمم المتحدة ليس حاسماً. أضافت الصحيفة أيضاً أن اجتماع الرئيس فؤاد معصوم بنوابه الثلاثة قبل أيام عكس خريطة المطالبين بالتأجيل، فيما غاب العبادي عن الاجتماع على رغم توجيه دعوة إليه للحضور تحسبا لهذه الضغوط. معنى البياري يقول في صحيفة العرب الجديد أنه صار في الوسع أن يغبط اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، فقد أصبح لهم عدد معلوم ومعلن ورسمي، فيما أشقائهم في العراق محرومون من هذه النعمة. بل بالتزامن وقبل أيام، أعلنت حكومة بغداد عن تجريد الفلسطينيين المقيمين بين ظهرانيها من مزايا كان قد أقطعهم إياها النظام السابق، وبموجب قانون صودق عليه، ما شاع بعض استهجان دفع رئاسة الوزراء إلى إعلان توضيح في هذا الخصوص يوم أمس. لم يكن هناك ما يدعو إلى التوضيح، فالقانون المعلن والذي صوت عليه البرلمان ليس ألفية ابن مالك حتى يحتاج إلى الشرح.
بينما الملتبس في القصة كلها يتعلق بهؤلاء الناس، لا بمزايا كانوا يرفلون فيها ثم استلها منهم نواب أشاوس في هذا البرلمان. الالتباس هو في أن المعلوم عن هؤلاء البشر شحيح، فضلاً عن أنهم منسيون ولا يحظون بأي اكتراث بهم. ييسر الأرشيف القريب أسباباً على مقادير من الوجاهة في قول كهذا، فلم يتناقص عدد المنكوبين الفلسطينيين هناك إلى المدى الفادح إلا بعد أن أعملت ميليشيات عنصرية وطائفية فيهم أحقادها بزعم صداميتهم، وليس منسياً بعد أن 530 شخصاً منهم قضوا في جرائم عنف ارتكبتها ميليشيات حزب الدعوة وأمثالها، عدا عن آلاف احتجزوا واعتقلوا في سجون أمريكية وعراقية كانوا موضوعاً في موسم إخباري عنهم قبل 11 عاماً، ثم ذهبت سيرتهم إلى الأرشيف، وها هي مؤسسات السيادة في العراق تفطن إليهم فتنزع عنهم الإعفاء من رسوم دخول المدارس والجامعات ومن تأمين العلاج المجاني ومن الحق في التعليم الإلزامي وغير ذلك مما سميت مزايا منحت لهم. الكاتب يقول إن خيام نكبة جديدة لاذ بها أولئك الناس في ساحة نادي حيفا في بغداد، وأن مخيما أقيم لهم قريبا من الأردن وآخرين قرب سوريا، ولا تعني تلك الوقائع غير أن ما أقدم عليه البرلمان والحكومة والرئاسة في العراق بشأن الفلسطينيين إنما هو موصول بها، كأن التجربة المرة هذه ما زال في تغريبتها فصول وفصول مما يمكن أن يستجد ويطرأ. إذن ماذا عن الملتحقين بنور المالكي مثلا، أي يشترحوا لأنفسهم مطارح في ذرى المرجلة المتورمة التافهة لا ريب كما يقول الكاتب. لحقت هزيمة كبيرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، لكن هذه الهزيمة لا تغطي على مأساة المدن العربية الأخرى ولا تدعو إلى إعلان الانتصار على الكيان الصهيوني واستعادة القدس إلى السيادة العربية أو الفلسطينية. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن القدس ليست سوى مدينة عربية أخرى تتعرض لمحنة وظلم شديد، وتبدو الأنظار كلها مشدودة إلى القدس نظراً إلى أن فيها مقدسات يهودية ومسيحية وإسلامية، لكن ماذا عن دمشق وبغداد وحمص وحماة وحلب والموصل والبصرة وأخيراً صنعاء؟ لا يمكن لما تحقق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يغني عن مصالحة مع الواقع المتمثل في أن الهجمة على القدس استمرار للهجمة التي تتعرض لها كل المدن العربية في المشرق، بدءاً بعملية إعادة النظر بالتركيبة السكانية لبغداد، وصولاً إلى تهجير أهل الموصل منها، مروراً بالطبع بنشر التخلف في كل أنحاء البصرة، بعيداً عن كل ما كانت تمثله تلك المدينة في الماضي القريب. تلك هي الصورة الأكبر التي يفترض ألا تغيب عن كل من هو حريص عن حق على القدس بكل ما تمثله. باختصار شديد، انتصر العالم للقدس، ولكن متى ينتصر أيضاً لكل مدينة من المدن التي تتعرض لأسوأ ما تتعرض له القدس عن طريق عمليات تطهير ذات طابع مذهبي أو عن طريق تدمير منهجي لمدن سورية أيضاً؟ يشارك الروس الإيرانيين أحياناً في عملية التدمير هذه بكل أسف. لعل أسوأ ما يمكن أن يفعله الجانب العربي هو أن يعتبر التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة انتصاراً يسمح بتجاهل المأساة الكبرى التي تتعرض لها المدن العربية الأخرى وآخرها الموصل. الكاتب يقول إنه لا يمكن الاستخفاف بما جرى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة فيما يخص القدس. نعم، كان التصويت على رفض قرار ترامب بشأن المدينة انتصاراً، لكن هل يغني هذا الانتصار عن محاولة وضع قضية القدس في نطاق أوسع؟ هو نطاق ما تتعرض له وتعاني منه مدن عربية عدة في ظل المشروع التوسعي الإيراني الذي يصب في القضاء على كل حاضرة عربية؟ لا يفكر أي طرف عربي أو أجنبي جديا بإخراج الولايات المتحدة من ملعب الصراع الفلسطيني الصهيوني. جل ما يطلبه الفلسطينيون هو كسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام ووضع حد لانفرادها وتفردها بملف الوساطة بين الجانبين لا أكثر ولا أقل. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن كسر احتكار واشنطن لعملية السلام مهمة صعبة للغاية وليست بالبساطة التي قد تخطر على بال البعض منا.
موسكو مثلاً التي تزاحم واشنطن على أكثر من ساحة من ساحات الإقليم لم تنجرف في دعم الموقف الفلسطيني كما كان يتمنى البعض، وأبقت على خطابها التقليدي حيال هذه المسألة والمحكوم بقواعد القانون الدولي، حتى إنها سبقت واشنطن بأكثر من عام عندما أعلنت القدس الغربية عاصمة لإسرائيل. أما بشأن الوساطة والرعاية للعملية السلمية، فإن أكثر ما يتطلع له الكريملين هو شراكة روسية أمريكية، وإن في إطار الرباعية الدولية في إدارة هذا الملف والإشراف عليه. من بين دول العالم الكبرى الخمس، لا توجد دولة واحدة لديها القدرة على التأثير على الموقف الإسرائيلي، وإسرائيل لا تحسب حساباً لأي دولة مثل ما تفعل مع الولايات المتحدة. وهذه حقيقة تدركها مراكز صنع القرار في هذه الدول وتدفعها للتردد والإحجام عن اقتحام ساحات المنافسة مع واشنطن في هذا الملف، كما أنه لا توجد دولة واحدة في العالم لديها كل هذا النفوذ على غالبية الدول العربية التي لديها دالة وتأثير على مواقف السلطة الفلسطينية وقراراتها النهائية. الكاتب يقول إن العالم لا يقبل الاعتراف بحقيقة أن عملية السلام قد ماتت وأن أوان دفنها، ولن تتوقف الدعوات والمحاولات لاستئناف مسار الحل السياسي. وأخطر ما يمكن أن يواجه الفلسطينيين بعد قرار ترامب هو الانصياع لآليات التفاوض القديمة والتسليم بالانفراد الأمريكي بهذه العملية، ولذلك يتعين التفكير في خلق جبهة عريضة هدفها البحث في سيناريوهات تخرج المسألة الفلسطينية من قبضة الاحتكار الأمريكي، سواء بإعادتها للأمم المتحدة أو حتى من خلال تأمين إطار دولي جديد للوساطة والرعاية. حين يتأمل المرء في واقع المعارضة السياسية السورية مرسلة وفدا إلى جنيف ومفاوضة على شروط المشاركة في سوتشي ومتحدثة عن مستقبل النظام ورئيسه في سوريا، يصيبه حال من الانفصال عن نفسه، تلك التي جعلت بدورها تلتقط ما جرى في سوريا من وقائع ومآسي. حازم الأمين يقول في صحيفة الحياة أنه لا شيء في يد المفاوض المعارض، لا مساحة سوريا صغيرة أو لا مساحة سورية صغيرة يمسك بها ليفاوض عبرها على شكل مشاركته في مستقبل بلده. كل هذا يدفع إلى التساؤل عما يفعل مفاوض المعارضة السورية وعلى ماذا يفاوض؟ فهو لا يمثل إلا فراغاً وهزيمةً وفشلاً، هو الضحية التي فقدت الحيلة في التحكم بأي شيء. ماذا لو أعلن انسحابه من كل شيء وقرر أنه مستجيب سلبي لأي قرار يصدر في غيابه عن أي جولة مفاوضات؟ أن يقول إنه غير معني بالمشاركة في بعث النظام مجدداً وأن مصالح دول الإقليم في سوريا لا تعنيه؟ وأعلن عن حل الائتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني السوري وكل الهيئات المعارضة والمفاوضة. هذه أقوى خطوة يمكن أن يقدم عليها مفاوض المعارضة السورية، أي أن يعلن أن ثورة السوريين على نظامهم فشلت وأنه ليس جزءاً من الفصائل الموجودة على الأرض وهو واقعياً كذلك، وأنه غير معني بما يجري وما يخطط له من توازنات جديدة، وأن قبوله السلبي بما ينجم عن المفاوضات من نتائج هو استئناف للعلاقة السلبية التي كانت تربط السوريين بالسلطة في بلدهم قبل بدء الاحتجاجات. فاليوم هذه السلطة ليست بخير على الإطلاق، والاستنكاف عن العلاقة معها من دون إعلان حرب عليها هو نوع من الصراع البديل، طالما أن الثورة صارت حرباً وخسرناها. الكاتب يرى في ختام مقاله أن الحكمة تقتضي الانسحاب منها وتقتضي الانسحاب من كل شيء، وأن تعلن الضحية السورية أن لا أحد يمثلها في حفلة المصائر هذه. أي خطوة أخرى ستكون جزءاً من مشروع غير سوري؟ الذهاب إلى جنيف أو إلى سوتشي سيكون مثقلاً بملفات الآخرين، والعودة إلى الميدان ستعني قبولاً بالفصائل المسلحة. الانسحاب من الحرب ومن المفاوضات هو انسحاب أيضاً من النظام بصفته مستقبل سوريا. يبدو أن في يد السوريين ورقة أخرى. ربما حانت لحظة الحقيقة ليعرف الأمريكيون خاصة والعالم عامة الأبعاد الخفية في العلاقة الأمريكية الإيرانية في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، وبخاصة بعد انفجار المعلومات حول صفقة كاساندرا المرتبطة بحزب الله ودوره في الإتجار بالمخدرات حول العالم. إيم الأمين يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن القضية تفتح أبوابا ظلت مغلقة تقودنا إلى كواليس علاقة أوباما بإيران والمآسي التي تعرض لها الشرق الأوسط
من إقدامه العبثي على تغيير الأوضاع وتبديل الطباع، إحجامه عن التدخل في الوقت الذي كان ينبغي فيه حسم المشهد كما الحال مع الأزمة السورية. لم يعد الحديث الآن يهمس به في المخادع، بل ينادى به من شرفات مجلس النواب الأمريكي، حيث طالب اثنان من كبار أعضاء لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بفتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة أوباما مع ملف التجار حزب الله بالمخدرات. هل نحن أمام فضيحة كبرى يمكن أن تؤدي بأوباما إلى ما وراء القضبان؟ أم أنها المكايدة السياسية من الجمهوريين وعلى رأسهم ترامب لأحداث مقايضات تحتية غير علنية فيما يتصل بأزمة روسيا جيت؟ لمصلحة من كان أوباما يرسم سياساته الخارجية؟ وأي فارق بين الرجل الذي رأيناه في جامعة القاهرة متحدثاً عن علاقات تسودها العدالة والاحترام بين واشنطن وعواصم العالم الإسلامي، وبين ما ذهب إليه عملياً من رغبة في تصور دور جديد لحزب الله في الشرق الأوسط؟ نحن أمام إشكالية أمريكية ترقى إلى مستوى الفضيحة بامتياز، ويكاد ثقات الأمريكيين يقتنعون بأننا أمام إيران كونترا جديدة، تلك التي جرت بها المقادير في ثمانينيات القرن الماضي عندما زودت واشنطن طهران بنحو 3000 صاروخ مضاد للدروع والطائرات مقابل إخلاء سبيل 5 من الأمريكيين المحتجزين في لبنان. يختتم الكاتب القول: إننا إزاء الفصل الأول من مشهد فضائحي أمريكي جديد تفقد فيه أمريكا المزيد من مصداقيتها الأخلاقية، غير أن ما يهمنا بنوع خاص هو الحقيقة التي حانت ساعتها وكيف لإدارة ترامب الاستفادة منها، بمعنى أن تضحى قصة أوباما الأخيرة دافعا وحافزا لتتخذ موقفا جديا من المشروع الصاروخي الإيراني، ويرى الحلفاء العرب شفافية ونزاهة بحسم وحزم للوقوف في وجه الخطر الإيراني الداهم، وإلا فإن الجميع سينظر إلى ترامب بوصفه شريكا بالتخاذل أو الصمت في الأقل. طور علماء صينيون نوعا جديدا من البطاريات يمكن شحنها خلال ثانية بدلا من ساعات كما هو معتاد. ذكر موقع الخليج أونلاين أن الفريق البحثية صمم هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الجرافين كأقطاب إيجابية والألمونيوم المعدني كأقطاب سلبية، وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تبقي على 91% من قدرتها التحملية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية. وبحسب الفريق فإن مشكلة البطاريات الجديدة حاليا تتمثل في عدم قدرتها على المنافسة في السوق نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق. واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئيا مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلا، ما يقلل تكلفة تصنيعها. والآن فلنذهب إلى الكاريكاتير.
شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.